الكريم، مشاهدين الأعزاء، مستمعين الأثير عبر الراديو، ينطلق هذا الشوط الأول الرئيسي الصباحي للجداع البكار، وأتمنى التوفيق لكل المشاركين. بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والنجاح والسداد. إذن تنطلق هذه السباقات وهذا المهرجان بالدعم الكبير والسامي والكريم والمتواصل من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. ونتجه مباشرة إلى مقدمة الشوط ومن تسيطر على هذا الموقع المستهدف والمركز المرموق. الدوحة على المركز الأول من هجل الشحانية، التضمير مع حمد بن علي بن حلفان المري هو من يقدم الدوحة في هذا النداء الأول. ننتقل إلى المركز الثاني، تصل الغويصية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، المضمر علي بن راشد بن غدير الكتبي، الدور دور المركز الثالث. ومن تقدم زرزف ايضا من هجل الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير، بينما المركز الرابع تصل وقود من هجل الشحانية وقود يضمنها سالم بن فاران، والمركز الخامس تتواصل فيه وتتواجد على المركز الخامس. هنا اختبار من هجل الشحانية يضمر اختبار سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذا هو ندائنا الاول مشاهدينا الأعزاء للمراكز المتقدمة الأولى. ونعود إلى الدوحة، من تسيطر على المركز الأول من هجن الشحانية وبقيادة المضمر المبدع حمد بن علي بن حلفان المبدع، يبدع من خلال انطلاقة الدوحة في هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، ومرحبا بالغويصية وبهذا الشعار، شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. هذه الغويصية على المركز الثاني يضمرها أحد الشباب المميزين والمخضرمين علي بن راشد بن غدير الكتبي في هذا الشوط. المركز الثالث، يا سلام، زرزف 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 على المركز الثالث من هجل الشحانية بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وعلى المركز الرابع أيضا هنا من هجل الشحانية وقود من هجل الشحانية يضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. يا سلام، أقطاب المنافسة في التضمير متواجدين مع الأربعة المراكز الأولى. ننتقل إلى المركز الخامس، وهنا ومضة أول نداء لها تصل في هذه اللحظات من هجل الشحانية يضمرها المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. نعود إلى مقدمة الشوط في هذا الشوط القوي والنخبوي، أول أشواط البكار وأول أشواط الجذاع لأصحاب السمو والشيوخ في هذا المهرجان. من ستستهل أسماء الفائزين في صباح هذا اليوم؟ يا سلام، انطلقت هنا زرزف من هجن الشحانية، انضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم زرزف على المركز الأول التي تعزف أجمل الألحان وأجمل الأغاني هنا على أرضية الميدان. يا سلام، زرزف زرزف زرزف، اسم جميل، وها هو على صدارة الشوط وعلى المقدمة. التضمير مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وقود تتحرك، وقود تتحرك على المركز الثاني. أيها السادة المتابعين والأعزاء، ايضا ايضا من هجل الشحانية العملاقة وبهذا الشعار الادعم الكبير، التضمير مع احد المضمرين والمميزين سالم بن فاران اطلق عليه ولقب بالذهبي. هذا هو الذهبي مع المركز الثاني. المركز الثالث هنا الدوحة من هجل الشحانية، التضمير مع المبدع حمد بن علي بن حلفان المري. وانتصفت المسافة أعزائي المشاهدين والمستمعين، أول 3 كيلومترات انقضت ويتبقى مثلها تماما. المركز الرابع الغويصية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم القادمة للمشاركة من ميدان المرموم، هاي على المركز الرابع. التضمير مع علي بن راشد بن غدير الكتبي، ون
ننتقل إلى المركز الخامس. وصلت هنا ومضى وانطلقت في المركز الخامس من هجن الشحانية المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه نتيجتنا وندانا الثالث مشاهدينا الأعزاء، حفلنا الكريم في هذا المهرجان الكبير، في هذا المهرجان الذي يحظى بهذه التغطية الإعلامية الكبيرة وبهذا الإقبال الجماهيري الغفير. فمرحبا بكل المشاركين وأهني جميع الفائزين في الأيام الماضية، وحظا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ إن شاء الله في بقية أيام هذا المهرجان وفي المهرجانات الكبيرة القادمة. نعود إلى مقدمة الشوط. ها هي زرزف على المركز الأول من هجن الشحانية، يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المضمر العملاق، من أبدع في سن الصغار في سن اللقاية في يوم ما قبل الأمس، أبدع هذا الشعار في الفترة الصباحية والمسائية، واليوم جس نبض من المضمرين. ربما تنعكس نتيجة الصباح على أشواط الفترة المسائية، هذا ما يتوقعه الخبراء. عموما وعلى كل حال، مقدمة الشوط زرزف آخر كيلو مترين وزرزف على المركز الأول تسيطر تمام السيطرة مشاهدينا الأعزاء، وتفرض هذه الهيمنة مع هجن الشحانية، مع شعار هجن الشحانية، ويقودها في التضمير، يتابعها في التسيير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الغويصية على المركز الثاني تتقدم تقدم ملموس على أرضية الميدان بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم علي بن راشد بن غدير الاكتبي. وننتقل إلى المركز الثالث، من أخذ تتقدم وتتسلل بدورها وامضى من هجن الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي في التضمير. وعلى المركز الرابع تتواجد الدوحة من هجن الشحانية حمد بن علي بن حلفان في التضمير. المركز الخامس وقود اللي انتقلت إلى المركز الرابع من هجن الشحانية التضمير مع سالم بن فران. ونعود إلى زرزف، زرزف زرزف مشاهدينا الأعزاء على المركز الأول من هجن الشحانية، المركز الثاني الغويصية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و1200 متر تفصلنا عن خط النهاية. وزرزف على المركز الأول، يا سلام يا سلام، انطلقت زرزف وتحركت الغويصية على صعيد المركز الثاني. اللحظات الأخيرة، الكيلو متر الأخير يا مضمرين المركز الثالث، وامضه على المركز الرابع، تصل هنا وتتقدم وقود المركز الخامس، تتواجد فيه وصول أول نداء من نوف لهجن الرياسة. وصلت هجن الرياسة على المركز الخامس يا أول نداء علي بن جميل الوهيبي، ولكن نعود إلى زرزف، نعود إلى زرزف، زرزف 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 مشاهدينا الأعزاء هي الأقرب للفوز. هجن الشحانية هي الأقرب للفوز في هذا الصباح، في هذا اليوم، في أول أشواط الجداع في هذا المهرجان. يا سلام، زرزف تنطلق بشعار هجن الشحانية ووصلت وقود، تحركت وقود من هجن الشحانية بقيادة سالم بن فران، ولكن زرزف انطلقت مشاهدينا الأعزاء لتستهل أشواط المهرجان للجذاع في هذا اليوم بهذا السبق والإمتاع. يا سلام، هذه زرزف مشاهدينا الأعزاء تختطف هذا الشوط الرئيسي الصباحي محققة هذا الناموس لهذا الشعار العنابي، لهذا الشعار الأدعم، ولمحبينه ولجماهيره ولمشجعينه وللمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. من يقف خلف تضمير زرزف في صباح هذا اليوم، تهانينا لهجن الشحانية على الفوز بالمركزين الأول والثاني وللمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من قدم زرزف. تهانينا يا العملاق على هذا الفوز المستحق. زرزف تحسم أول أشواط الجداع في الفترة الصباحية، تهانينا. والناموس المركز الثاني، وصلت المركز الثاني وقود من هجن الشحانية المضمر سالم بن فران المري. المركز الثالث وصلت فيه ومضه من هجن الشحانية. المركز الرابع الغويصية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. المركز الخامس وصلت نوف من هجن الرئاسة على المركز الخامس بتضمير علي بن جميل الوهيبي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، وزرزف
تحسم مجريات الشوط الأول الرئيسي الصباحي لجداع البكار وتنتزع الناموس في هذا الصباح وتهدي هذا الفوز لهجن الشحانية ولمحبين هجن الشحانية وجماهيرها. تهانينا والناموس لهجن الشحانية. هذا هو ملخص الشوط مشاهدينا الأعزاء. ونشاهد ومضة ما تحمل الرقم 6 وفي منافستها الصباحية في هذا اليوم، هذه زرزف وهذه الغويصية وهذه أيضا وقود. وزرزف مشاهدينا الأعزاء استطاعت أن تختطف ناموس الشوط الرئيسي وها هي على المركز الأول محققة المركز الأول وقاطعة 6 كيلومترات في 9 دقائق 13 ثانية 84 جزء من الثانية. التوقيت مميز جدا. تهانينا لهجن الشحانية وتهانينا لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني وصلت فيهم غيظة من هجن الشحانية 9 دقائق 14 ثانية 92 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهاني للمضمر سالم بن فاران المري. المركز الثالث وصلت فيه ومضة توقيتها 9 دقائق 19 ثانية 46 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهاني لسلطان بن محمد الوهيبي. المركز الرابع وصلت فيه الغويصية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. وخامس المراكز كان من نصيب نوف لهجن الرئاسة مع المضمر علي بن جميل الوهيبي.